كل يعني اعمال العظيمه لمصر وحب لمصر ودفاع عن مصر، يعني زي ما هي اسعدتنا وعلمتنا ربنا يرحمها برحمته، وهي حد فوق تاج راسنا جميعا، وهي يعني انا بحس ان كل مصر بتاخد عزيزها مش بس احنا كمحتلين، كل مصر بتاخد عزيزها. ممكن يكون لها عمل خاصه هي تعمليه لو انا مش بجمالها ولا بزاوتها ولا في حد تتكرر تاني زي جمالها دي. هي كانت مجموعه.